السلام عليكم أينما كنتم، تحية لكم أينما كنتم أيها الأحبة. لم تكن هذه المرة هي المرة الأولى التي يتنفس فيها حزب البعث المجرم الصعداء تحت ظل المملكة الأردنية الهاشمية. طبعا يأتي هذا بالرغم من المواقف التي تبديها الحكومة العراقية عن دعم كامل لجارنا المملكة الأردنية الهاشمية، لكن المملكة الأردنية الهاشمية دائما ما تغض الطرف عن تحركات ابنة المقبور صدام حسين رغد التي تدعم كل ما يمت بصلة لمعارضة النظام السياسي القائم. ليس جديدا وليس مخفيا هذا الدور الذي تطلع به رغد. لا ننسى المواقف التي يعبر عنها بأنها مواقف شعبية حين احتفل السلطيون بتفجير الحل الدامي الذي أودى بمئات الضحايا. لا ننسى تلك المجموعة أو الشرذمة من الأردنيين الذين وقفوا في احتفالية السفارة العراقية، وهي احتفالية رسمية لإحياء ذكرى المقابر الجماعية التي ارتكبها نظام البعث الإجرامي، وهؤلاء عبروا عن رفضهم للنظام القائم بل دعمهم المطلق لحزب البعث المجرم ولقادته. ما أدري وين نروح، وما أدري إلى متى سنبقى نتحمل هذه الرؤى التي تقف بالضد من حركة واتجاه الشعب العراقي وحكومته. حزب البعث المقبور ارتكب الكثير من الجرائم، فهناك ما يزيد على 3000 مقبرة جماعية، والبحث جاري عن مقابر أخرى. ما الذي فعله العراقيين مع الأردنيين بحيث يقابلوا بهذا الحقد؟ موضوع حلقتنا أيها الأحبة هو إجازة العمل التي منحت الحكومة الأردنية لحزب البعث الاشتراكي. عنوان حلقتنا لهذا اليوم: مملكة الشحاذين تبتز العراق بالبعث المقبور. أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطع من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول حمل عنوان حزب البعث يتنفس، للكاتب عباس خالد الموسوي. حزب البعث يتنفس، الكاتب عباس خالد الموسوي. تم بلورة شتات البعث في الدول العربية وصياغتهم على شكل أحزاب ديمقراطية وعلمانية مدافعة عن حقوق المواطن العراقي والبلد من الهيمنة الإيرانية والمد الفارسي الصفوي كما يدعون في مؤتمراتهم الإعلامية، مستثمرين هذا الشعار القومي على منصات التواصل الاجتماعي والفضائيات التي أسسوها بدعم أمريكي خليجي إسرائيلي، مجندين كل الطاقات البعثية التي لها تجربة طويلة بالإشاعات والحرب النفسية والكتابة والثقافة وعلم النفس والإعلام والإجرام. لذلك أجيز حزب البعث في الأردن ونشط ابنة الطاغية المقبور، وما يحدث هو إعلان منهم للشروع بمرحلة جديدة من ابتزاز للعراق. مرحبا بكم مرة أخرى، وأدعوكم للانضمام معي للترحيب بضيوف الأكارم: الكاتب والباحث في الشأن السياسي ورئيس مجموعة النبأ للبحوث والدراسات الأستاذ هاشم الكندي. مرحبا بك. حياكم الله. الكاتب والباحث في الشأن السياسي ونائب رئيس مركز القمة للبحوث والدراسات، مرحبا بكما ضيفين كريمين. أستاذ هاشم، ببساطة هذه البادرات التي يبادر بها الأخوة أو المعنيين في المملكة الأردنية الهاشمية من إتاحة الفرصة لحزب البعث لممارسة السياسية، يعني ما أعرف الحل بالنسبة للعراقيين هو السكوت أم لابد من وجود
ردة فعل تجاه هذا الفعل، وكما يقال بأن ردة الفعل يجب أن تكون مساوية في القوة ومعاكسة في الاتجاه. ورحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ومرحبكم الكريم الله ولمشاهديكم وبركاتكم. لعل من الواجب أن نذكر في التاريخ القريب على الأقل، نعم، كيف كانت تتعامل السلطات الأردنية مع الشعب العراقي، ولعل الاستذكار الأقرب هو من منطلقات موقف الأردن. تحدثنا عن الحكم في الأردن من الشعب العراقي عندما دخل كواحد من مشعري الفتنة وأدوات الضغط الأمريكية في شن الحرب على الجارة الجمهورية الإسلامية. وفي حينها قام الملك السابق بمشاركة في الحرب بصورة معلنة ويصور وهو يقصف بحيث كان يسحب. هذا الأمر ما كان تعبير عن موقف لمساندة نظام صدام، بقدر ما كان هو يراد منه الدفع نحو حرب تكون محرقة للشعب العراقي الذي يعتبره من يحكم الأردن مسؤول عن مقتل العائلة الملكية. يعني هذه نزعة ثأرية شنو؟ نعم، هذا ما قالوا به. طيب. وسعوا إلى هذا الأمر، وسعوا إلى أن تأكل الحرب أبناء الشعب العراقي. وبعد ذلك في فترة الحصار انقلبوا على أيضا على العراق. مثل ما كانوا يستفادون من اندماء العراقيين بالجانب الاقتصادي في فترة الحرب، بحيث أنه اشترطوا على النظام المقبور ابتزازا أن تكون البضائع تدخل من خلال ميناء العقبة الأردني، وأسسوا لهذا حتى كان ما يسمى بشركة النقل البري العراقية الأردنية، نعم، التي بعد ذلك كل أصولها ذهبت إلى الأردن قبل النظام المقبول. في فترة الحصار يتذكر العراقيون كيف كان يعامل العراق الذي يذهب إلى العمل في الأردن. كانوا يتعمدون إذلال العراقيين، والمفرد الشائع اللي يعرفها الجميع يعطيك العافية. وأيضا كانوا يريدون تدمير الشعب العراقي وإذلاله. كل هذه الفترة كان الأردن يبتز باستحصال نفط مجاني وشبه مجاني، وهذا النفط هو الذي يقوم ويبقي الحكم في الأردن. وبعد أن سقط النظام المقبول استمر هذا الأمر، استمر التعامل مع الأردن بهذه الخصوصية، وكان هذه المرة بضغوطات أمريكية، والمعروف أن هذه الضغوطات الأمريكية لأن للأردن دورا في العلاقات مع الكيان. ولكن كل هذا لم يغير منهجية موقف الأردنيين من العداء للشعب العراقي. وصلنا، وليس مصادفة عفوا أستاذ هاشم، وصلنا إلى ما كتب من تقارير تخص المستقبل الشأن العراقي وما عرف فيما بعد بتقرير كروكر، نعم، وكيف عملت الولايات المتحدة الأمريكية على تحويل المعونات التي ينبغي أن تدفعها أو تتكفل بها الخزانة الأمريكية، وحاولت تحويلها على الخزانة العراقية، وأيضا منح النفط بأولا بأسعار مخفضة، وثانيا بأجارات بتأسيس مصافي، وبالأخير هذا المشروع الجديد الذي يربط نفط البصرة بالعقبة أيضا. وتحدث، نعم، الذي ذكرتموه هو جزء من استمرار، نعم، الفرض الأمريكي على أن يكون للأردن، على أن يعتاش الأردن على حساب، نعم، خيرات العراق، وبنكران وجهود يصل أنه يتبنى الأردن الحاكم القتل في العراق. وليس مصادفة أن يكون زعيم الإرهابيين التكفيريين هو أردني، أبو مصعب الزرقاوي، والكثير من الانتحاريين هم كانوا من الأردن، وهم ذولا كانوا
يتلقون الاحتفالات عندما يقتلون أبناء. للأسف لم يكن هنالك تعامل من قبل الحكومات العراقية ما بعدين بما يعزز احترام جيد. دعني أنتقل به للأستاذ قاسم. أستاذ قاسم مرحبا بك. مرحبا مرة مرحبا. أخرى وأخرى. الإجازة تمت، الحكومة الأردنية أجازت حزب البعث للعمل في الداخل الأردني، وكثيرا ما يدعون بأنه لا مجال للتدخل العراقي لأن هذا شأن داخلي، كأن حزب البعث لم يكن عاملا في العراق وارتكب كل هذه الجرائم والمجازر بحق العراقيين. على أي حال، وين موقف وزارة الخارجية العراقية؟ وين المؤسسات الحكومية التي ينبغي أن تبادر بمذكرات احتجاج أو ما إلى ذلك؟ تحية لك والأستاذ هاشم الكندي والمتابعيكم الكرام. مرحبا. الحقيقة قضية حزب البعث في الأردن لها تاريخ طويل، يعني سواء كحزب متمثل وأجازت المملكة ممارساته أو طقوسه أو حركته، أو يعني باحتوائها للبعثيين الموجودين من حلا ومن ضباط صدام وفدائي وصدام والشخصيات المناوئة العملية الديمقراطية الموجودة في العراق، وحتى صارت الأردن منطقة لتبييض الأموال المسروقة. نعم، يعني حتى الحقيقة موجودة هو بالأردن وبتركيا وبشمال العراق كردستان. موجودة الحقيقة رؤوس أموال، شخصيات يعني كثيرة ترتبط بالبعث وبفدائي صدام، وحصلوا أصلا فرص يعني الحقيقة بالدخول إلى السلطات، يعني وظائف وما إلى ذلك تحت عناوين كثيرة من المصالح الوطنية أو ترشيح بعض الشخصيات في الانتخابات، وهم لهم تاريخ يعني موجودة طبعا هذه الشخصيات الحقيقة. بالنسبة للأردن طبعا مثل ما فضل الأستاذ هاشم الكندي، الحقيقة كل الشخصيات التكفيرية اللي كفرتنا واللي ذبحتنا واللي أذتنا الحقيقة هي غالبيتها من الأردن، وخصوصا الزرقاوي، حتى احتفالات يعني أقامت من قتلته القوات الأمريكية اغتالته، صارت احتفالات علنا تمجد الزرقاوي. نتذكر كيف احتفل أبناء محافظة السلط الأردنية بالجثة النتنة التي تفجرت في الحلة وفي الأربعاء الدامي، كانت إحنا أيامنا كلها ملونة باللون الأحمر. أربعاء الدامي وأحد دامي وكل هذه اللون الأحمر أو طغيان اللون الأحمر هي كلها كانت بتسبيب من أردنيين. تفضلوا. نعم، يعني الحقيقة وكأنما الشعب العراقي منذور قربان دائم للذبح والصلخ، وحتى إذا أريد نتذكر يعني وقعت مجزرة سبايكر على سبيل المثال، من ذبح شبابنا؟ بحثين في دائرة صدام. دليلي هاي اللقطة أنا أتذكرها، يعني حتى في زمن صدام حسين أستاذ هاي تتذكر بالناصرية لابسين نفس ملابس داعش وذبحوا شخصية بوقتها في الناصرية، نفس الأسلوب استخدموه ذبحوا كالنعاج، مع احترام للروح الشهداء وفي قصر صدام، وهو انتقام طبعا لإعدام صدام حسين في تلك الفترة، واحترفوا قبضة السلطات التنفيذية على شخصيات وهي ترتبط بعائلة صدام وبالبعثيين أو فدائي صدام إلى ذلك. إذن روح البعث لا زالت ناقمة على الوضع الجديد في العراق، والأردن الحقيقة مفترض أن تحترم علاقاتها مع العراق كجار كشعب عربي، لابد أن تكون هناك اتفاقيات أن لا تهدد يعني أمن وسيادة والوضع الداخلي لا يهدد من قبل دولة أخرى، وهي أكو مواثيق دولية وأكو مواثيق عربية، أكو نظام جامعة العربية، وأكو يعني كثير من الأمور اللي تحتم على سلطة الأردن أن تبقي على هاي العلاقة الطيبة وتحترم إرادة الشعب العراقي وتحترم شهدائنا وتحترم رغبتنا في التغيير وتحترم النظام الديمقراطي في العراق، وأن لا تنطي فسحة ومجال لهؤلاء البعثيين المناوئين للسلطة الجديدة للعملية الديمقراطية اللي شارك بها جميع الشعب العراقي أولا، أو لا تنطي فسحة لأن يعيد مجازرة الدموية في العراق طيلة 40 سنة. مفترض هذا طبعا. ما هو دور الخارج؟ الخارج باعتباره تمثل رأي الحكومة العراقية، مفترض هناك استدعاء حتى ترفض هذا الواقع وشوف موقف السفير، على أقل تقدير السفير الأردني، ليش هذا دي يصير بهاي الظروف هذا. واللطيفة يعني تم توقيع تمديد الاتفاقية فيما يخص
تصدير النفط بسعر مدعوم للأردن، بعدين أعلنوا الموافقة على يعني سماح لحزب البعث بالنشاط، وكان أعتقد هو متوقف فترة، بس اللي لاحظناه صدور قرار مرسوم لهذا النشاط والاحتفالات الموجودة اللي تعمل البعثيين، وهو كأنما أنطى ضوء أخضر للتحرك براحتهم، وأعتقد يعني هي فرصة لهم يتحركون، ممكن يدخلون للعراق، ممكن يتصلون قيادات يعني بعثية، يمكن ينشطون تنظيمهم تحت عناوين أخرى أخضر. طبعا عناوين أخرى ممكن يعني تحت الديمقراطية، العراق الجديد، محاربة الفساد وما إلى ذلك، ولكن يبدون نشاطهم واتصالاتهم حتى ينشطون من جديد ويقومون بالمنافسة للوصول إلى السلطة مستقبلا. طبعا هي بدون أدنى شك، أشرت حضرتك وأشار الأستاذ الكندي إلى أنها هي المملكة الأردنية الهاشمية، صحيح اسمها دولة لكن لا اقتصاد لها، هي تحتاج على معونات الدول، ولعل هذا واحد من الأسباب الذي دفعها باتجاه الارتماء بالحضن الأمريكي والحضن الصهيوني. لكن العراق لم يقصر في دعم الأردن اقتصاديا، العراق قدم نفط بأسعار مخفضة، العراق وافق على مد الأنبوب على حسابه 27 مليار، وبالنهاية سيتملكه الأردن ويفرض أجور مرور مر هذا الأنبوب. كل هذه كل أنواع الدعم هذه لم نرى لها أثرا في العين الأردنية. على أي حال تعالوا معي أيها الأحبة لنقرأ سوية مقطعا آخر من مقال كتب حول الموضوع، مقالنا الثاني حمل عنوان احذروا البكبك الأصفر، الكاتب قاسم الغراوي. احذروا البكبك الأصفر، الكاتب والصحفي قاسم الغراوي. في تسعينات القرن الماضي انتشر في قناة الشباب لغزا سمي البكبك الأصفر، ولم يتذكر الجيل الجديد إلا من عاصرونه، وظل الإعلان يتداول مدة طويلة حتى كثرت حوله الأقاويل والإشاعات، وألفت حوله القصص والتكهنات والنكات، وظل الناس يتساءلون كثيرا ما المقصود بالبكبك الأصفر؟ فهل يعود لنا البكبك الأصفر البعث بلون آخر بعد إن صبغ تأريخه بالدم والنار؟ الشيء الذي نتفق عليه هو أن أمريكا ستفعل أي شيء من أجل مصالحها أولا، وستهدد بأي شيء من أجل مصالحها ثانيا، وإن استوجب تغيير مجرى العملية السياسية أعتقد سيعود البعث بلباس آخر ولون آخر وعنوان آخر ليسوق نفسه بتأييد دولي، إذا لم يحسن السياسيين إدارة السلطة بحنكة وذكاء. وحتى ذلك الحين ستحل حزورة البكبك الأصفر لنكتشف سرها بعد أن تتحقق النبوءات. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الأحبة، وأتوجه بالسؤال للأستاذ هاشم الكندي. أستاذ هاشم، أشار جناب الأستاذ الغراوي إلى موقف الحكومة العراقية الرسمي، طيب إذا ذهبنا إلى مؤسسة أخرى من المؤسسات الكبرى والمهمة في العراق وهي البرلمان، وفي البرلمان هناك لجنة اسمها لجنة العلاقات الخارجية، ما هو الدور بعد إذنكم، ما هو الدور الذي ينبغي لها أن تطلع به، خصوصا وأن الطريق الجديد البديل لطريق الحرير الذي سمي بطريق التنمية، الأردن إحدى الدول العشرة التي ستساهم والتي ستستفيد من إيرادات هذا، يعني أن هناك وسائل ضغط عراقية تملكها سواء كان في البرلمان أو الصعيد الحكومي، ليش هالسكتب؟ هو الأساس في علاقات الدول هو الاحترام المتبادل، نعم، والمصالح المشتركة. الأردن بمنهجيته طيلة 50 عام الأخيرة هو الابتزاز، نعم، حتى لو كان على حساب دماء العراقيين. طيلة هذه الفترة حتى ما بعد 2003 كانوا يرسلون رسائل لن يستقر الأمن، لن نكون حادين من الإرهاب إلا وأن تستمر هبات النفط التي بدونها لن يستمر الحكم الملكي أسبوعا واحدا، هم يعرفون هذا الشيء. بعد أن انتهت فتنة ما يسمى بتشرين واستقر الشعب العراقي بعد هذه الإرهاصات الأخيرة، وكان واضح أن هنالك منطلق لوئام سياسي
هو أن يكون هنالك انطلاق جديد في بناء العملية السياسية مع تشكيل حكومة. أخرجت الأردن أداتين من أدوات الابتزاز، وهذا التوقيت مقصود أكيد بعد أن فقدت الكثير من عوامل الابتزاز نحو العراق. العامل الأول أخرجت ابنة المقبور وقالت بأن عودة، والجميع يعلم أنه لا عودة للبعث إطلاقا. هذا جزء من حلم يراود المخزنين وانتهى أيضا. نعم، رفض العراقيين للبعث هو ليس رفضا جزئيا، هو رفضا كاملا. واحنا سمعنا قيادات كثيرة كانت تمثل الرأي الشعبي بأن البعث ليس فقط مسألة السماح له بالوجوديات أنه يكون موجودا، لا، حتى الإعلانية مسموح ولا يمكن أنه يسامح عليها. بعد إخراج ابنة المقبول بهذه الطريقة الابتزازية، نعم، روجوا حاولوا أن يروجوا هذا الأمين، كشفت جاءت إجازة حزب البعث. جاءت إجازة بالمناسبة. نعم، إجازة حزب البعث هو حزب البعث الأردني. نعم، ولكن هنا الهتاف، نعم، باسم المقبول الذي هو قاتل ومجرم، نعم، للشعب العراقي، هذا والتفافهم أيضا حول فيه مساس، نعم، بكرامة الشعب العراقي، بمشاعر الضحايا وبسيادة العراق. هنا واجب كل العنوانات الرسمية في العراق، رئاسات البرلمان، الفعاليات السياسية والفعاليات الشعبية، عندما يصدر هذه الإساءة ممن لم يحترم إحسان العراقيين وتقديم يد المساعدة، هنا لابد أن يكون. هل الأردن تجرؤ مثلا اليوم المؤسسات الأردنية أن تخرج فعالية واحدة تندد أو تنتقد آل سعود الذي قتلوا الأسرة الهاشمية وأخرجوها من الحجاز نحو الأردن مثلا؟ هل يسمح بهذا الشيء؟ هل يسمح بانتقاد نحو الكيان الإسرائيلي باعتداء على الشعب الفلسطيني؟ هل تسمح الأردن بهذا؟ لماذا يسمح بهكذا تجاوزات تجاه الشعب العراقي؟ لابد من موقف لوقف الابتزاز من حكام الأردن نحو الشعب العراقي والمساس بكرامتهم. هذا أمر مهم جدا، وبالمناسبة هذه ليست مسألة عابرة، هذا يتعلق بالأمن القومي العراقي، يتعلق باستقرار العراق، والأردن داخلة في الفتنة، ولا بد أن تمنع بهذا الأساس. وأنا قلت وأقول وهذا الأمر معروف، الأردن قائمة بالهبات بما يتفضل به العراقيون من خيراتها. هذا الأمر لابد أن تصل رسالة، لابد أن تصل رسالة، من لا يحترم العراقيين لن يتنعم بخيراتهم. ممتاز، هذا ما يفترض أن يكون عليه. أستاذ قاسم، حزب الصقور العراقي، حزب العراق الجمهوري، حركة نساء العراق، حركة العراق أولا، منظمة التعاون العراقية الأمريكية لمحاربة الفساد في العراق، هذه مجموعة من العناوين الحزبية التي شكلت في خارج العراق وبعضها شكل في الولايات المتحدة الأمريكية. هل تعتقد أن هذه العناوين ربما ستنضم لتكوين تحالف، وربما ستكون بوابة دخول البعثيين للمعترك الانتخابي؟ هذا هل هو وارد، خصوصا وأن هناك مساع حثيثة وهناك شبه قبول من قبل الحكومة العراقية بحل هيئة المساءلة والعدالة التي تراقب أو تمحص المرشحين للانتخابات؟ نعم، الحقيقة من محاسن الديمقراطية أنه تشكل أحزاب وتجمعات ومنظمات على كافة المستويات، سواء يعني سياسية أو اجتماعية أو إعلامية وما شابه ذلك، وتوجد آلاف الحقيقة بالعراق، ولكن للأسف لا توجد ضوابط يعني بالعراق أنه تتابع هذه التجمعات والتشكيلات. على سبيل المثال
مجرد تمنح اجازه تتحرك براحتها. واعتقد تتفقون وياي بعض هذه التجمعات او المنظمات هي مرتبطه بالخارج بس، لكن قد تغريق المسميات الديمقراطيه، محاربه الفساد، العراق اولا وما الى ذلك من الاسماء، وكانما هي تملك روح وطنيه للحفاظ على الروح الديمقراطيه الموجوده الحقيقه. ولكن الواقع نشاط السفارات البريطانيه والامريكيه واحتضان الشباب طبعا في اعمار معينه واحتضانهم، وبالتالي انشاء ورش في اماكن معينه خارج العراق او في كردستان او في الاردن او في اي مكان اخر لمحاوله يعني زرع بعض الافكار وبعض الرؤيه تجاه العمليه السياسيه بصوره عامه، او تسويقهم مستقبلا بعد اعدادهم ضمن افكار محدده. لا نستغرب شخصيا يعني ما استغرب انه البعث يعني حتى ولم تكن قادات البعث، ممكن عوائلهم، ممكن اولادهم اللي يعني في اعمار محدده يصدرون المشهد، وبالتالي ممكن يعني بضغط امريكي، ممكن من ضغط من شركاء العمليه السياسيه تحت عنوان المصالحه، تحت عنوان الغاء هيئه المساءله والعداله، تحت عناوين اخرى التي تضغط بهذا الاتجاه، حتى يعني يكون لجنه خاصه مثل على سبيل المثال في مفوضيه الانتخابات للتدقيق طبعا في هذه المساله، شخصياتها، اولياتها، نشاطاتها، هل هناك شيء في نتيجه النزاهه وما شابه ذلك. الحقيقه هناك ضغط لإلغاء هذه الهيئات حتى يكون الممر امنا وسهلا للترشيح للوصول الى هذا البرلمان. في نفس الوقت سيكون الممر امنا وسهلا بالنسبه للذين يخترقون العمليه السياسيه بلا. طبعا وهم طبعا لهذا كان في المقال دا اقول لك يحملون عناوين ديمقراطيه وكذا. انا رضيت الاسماء هي موجوده الحقيقه. شخصيات يعني عراقيه متجنسه امريكيا وشخصيات عراقيه من كردستان واعلاميين طبعا، لاعلامي بنفس الوقت اللي هو يرأس مساله محاربه الفساد بالعراق، هذا يجمع كثير من المعلومات عن الشخصيات وعن المؤسسات ويعبرها. سعي البعثيين لاختراق العمليه السياسيه سعي اولا ممنهج، ثانيا يعتمد على مؤسسات تدير العمل لصالحهم طبعا، وهكو اتصالات خارجيه وامكانات ماديه ومعنويه بحيث تمهد الطريق لهم للوصول بيسر وسهوله، وبالتالي يحققون اهدافهم. انا لست خائفا يعني من البحث انه ياكم كذا، ولكن اعتقد هناك محاولات طبعا للوصول الى البرلمان، واعتقد يعني اكو شخصيات شخصيا اعرف ربما تعرفون يعني في فترات حكومات سابقه سمح لبعض الباحثين بتقلد مناصب. لا اي هذا راح نناقشه يعني بعد ابنك استاذ هاشم. احنا وانتم سمعتوا كيف اقامت منظمات المجتمع المدني العراقي الدنيا ولم تقعدها خلال تظاهرات تشرين. وهي كانت تدعي ان ما تطالب به هي مشاريع وطنيه او مطالب وطنيه. الان ازاء هذا التجاوز الصارخ على دماء العراقيين الذي أقدمت عليه الحكومة الأردنية، ليش ما عدنا نسمع أصوات منظمات المجتمع العراقي؟ أريد أسمع جواب بحماستك المعروفة يعني. لا هو احنا هذه الشعاراتية الزائفة اعتادناها من البعثيين. حزب البعث دائما ما كان لها ثانية رايح باتجاه منظمات المجتمع المدني كثير الضجيج جيد قليل الفعل. هذا 40 سنة من الحكم لم نجد بعثيا واحدا يواجه الامريكان. نعم. واحد فقط. نعم. اما بالمناسبه اطلاق كلمه المنظمات وليس المنظمات التي هي واجهات للبعثيين ولغيرهم. جيد. هنالك منظمات تعمل فعليا منظمات مجتمع مدني تقدم خدمه، لكن هذه الواجهات التي متغطيه بالستار منظمات المجتمع المدني هي تسير بهذا المنهج. هي ايضا تطير ضجيج وجعجع دون شيء. اما هذه شعارات الوطنيه هم انفسهم من رفعوا شعار نريد وطن. نعم. وهي هذه اللي رنت الاكذوبه. هم ذاتهم عندما حدث متغير واحد فقط مجرد انه ازاحوا رئيس الوزراء وبقت كل المناصب على حالها، نسى واجى من جاء به من يحرك هذه الجهات اللي هو الكاظمي، فكنس خيمهم
لا حد قال يريد وطن. نعم نعم. ولا ونسوا شعار نموت واحد وكل نموت هذه الكوارث والفضائح التي وهي ذات نعم. المنهجية. بالتالي هؤلاء في معايير الإثبات لحب الوطن والانتماء العراقيون واجهوا ما لم يواجه أي شعب العالم. أكبر وأقسى احتلال وأكبر تنظيم إرهابي. من لم يكن له موقف بالانتماء للوطن والانتماء للشعب في هذين المفصلين أنه يرفض الاحتلال ويقاومه. أنا ما أقول فقط المقاومة العسكرية نعم. لا. مقاومة سياسية نعم. مقاومة ثقافية نعم. مقاومة أخلاقية مقاومة اقتصادية. وكذلك من لم يحارب الإرهاب بالموقف بتلبية الفتوى بالكلمة هؤلاء أدعياء بل هم حقيقة هم من يدمرون الوطن. أما هذه الشعاراتية انكشفت مثل ما انكشف من كان يتاجر حتى بدماء الشباب عندما خدعهم ومخرجهم. الآن الذي هذا الشعب الذي انتصر على أكبر احتلال وأكبر تنظيم إرهابي هذا الشعب هل يهدده شراذم وطاويط هم يستغلون كأدوات للابتزاز؟ أنا أقول حزب البعث ميت. وحتى هذه المحاولات هي أصبحت مكشوفة بشكل كامل. والشعب العراقي أقوى من كل هذه الأشياء. ولكن الذي نحتاجه هو تأديب من يستغل هذه الأدوات. أحسنتم. أكبر الشعب العراقي أكبر وأعظم من أن يبتز من قبل الشحاذين الذين هم سموا أنفسهم شحاذين الذين كانوا يشحذون لأجل شعوبهم وكانوا يستغلون بهذا الشيء. ولكن عليهم أن يتذكروا بأن باحترام وشكر من يشحذون منهم. طبعا بدون أدنى شك منظمات المجتمع المدني التي طالما صدعت الناس رؤوس الناس بالشعارات التي كانت ترفعها أثناء دعمهم للتظاهرة أو الحراك التشريني اللي احنا ما عندنا أي اعتراض فيما يتعلق بكونه حراكا مطلبيا. الاعتراضات بدأت في حينها بعد أن تحول من مطلب من تظاهرات مطلبية إلى تظاهرات سياسية. على أي حال نريد وطن. انت شو تسوي بوطن بدون كرامة؟ يعني وطن بدون كرامة. ها هي الأردن الآن تستخف بدماء الضحايا الذين ذبحهم صدام البعث وحكومته. ما أعرف يعني وين ليش غاب صوتكم. على أي حال انضموا معي لنسمع سوية مقطعا من مقالنا الثالث الأردن إلى أين الكاتب عبد الحسين الظالمي. الأردن إلى أين الكاتب عبد الحسين الظالمي. ما الذي حصلت عليه شعوب تمسكت بأنظمة أقل ما يقال عن سمعتها أنها غير إنسانية؟ فكيف بنظام مجرم جريمته وصلت إلى أبناء مذهبكم في الكويت بعد إن بطش في العراق بشكل يعجز اللسان عن وصفه؟ النظام أنه وزع ظلمه وقتله على كل أبناء الشعب العراقي. وأخيراً إذا قلتم أن هذا حزب داخلي وحق للمواطنين نقول لكم ماذا حصد إخوانكم في هذا الحزب في العراق حتى تعيدون التجربة في الأردن؟ وإنني لناصح إن المشاكل والصراعات التي يخلقها لكم هذا الحزب سوف تتعدى قدرتكم وأنتم دولة تحتاج السلم والاستقرار أكثر من غيركم وما سوريا والعراق ولبنان عنكم ببعيد. فماذا يريدون الأردنيون حكومة وشعبا من هذه السياسات التي أقل ما يقال عنها أنها تؤذي شريحة كبيرة من أشقاء لكم وتضر بمستقبلكم؟ مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى. وأجدد ترحيبي بضيوف الأكارم الكاتب والباحث في الشأن السياسي الأستاذ هاشم الكندي. مرحبا بك رئيس مجموعة النبأ للبحوث والدراسات الأستاذ قاسم الغراوي نائب رئيس مركز القمة للبحوث والدراسات. مرحبا بكما مرة أخرى ضيفين كريمين. أستاذ قاسم
يعني مو بس العراق ربما يعيش في أوضاع مرتبكة، كلنا سمعنا بالحراك الرافض للحكومة الأردنية بل لمالكها الملك عبد الله، وهناك برزت مجموعة من الأسماء الرافضة لحكم العائلة المالكية. ألا يكون بمستطاع العراق أن يحتضن هذه الأسماء ليدعمها وتقدم بالتالي على تحريك الشارع الأردني بالشكل الذي يهدد نظام المملكة وتغيير النظام فيه؟ أنا حبيت أذكر نقطة. ملك الأردن أتذكر كان 2005 أو 2006 كان تصريح واضح صرح، قال نحن نتخوف من الهلال الشيعي. تذكرون حضراتكم اللي يبدي من العراق إلى إيران إلى سوريا إلى لبنان، وكل الدول ما استقرت، كلها ما استقرت، من القاعدة إلى حصار جمهورية إيران الإسلامية إلى الإرهابيين في سوريا. طبعا على الرغم من كون أن هذا الحديث كان يحمل في طياته نفسا طائفيا مقيتا دون أن تتحدث عنه أي واسطة إعلامية، باعتبار يعني السلطة محسوبة على الطائفة الشيعية الحقيقة. هذا التصريح خطير الحقيقة. لماذا التخوف يعني من سلطة جاءت بالديمقراطية وصناديق الاقتراع، من سلطة بيتوافق من جميع المكونات، من سلطة تؤمن بالديمقراطية ولا تؤمن بالعنف والقتل والتجاوز على الآخرين وتحترم الجورة والدول المجاورة وتحترم الداخل والشأن الداخلي في الأردن الحقيقة. طبعا أنت أكدت إلى نقطة مهمة، وهو مشاكل كثيرة الحقيقة تواجه العائلة المالكة يعني باتجاهين الحقيقة، تحديات داخلية وتحديات خارجية. التحديات الخارجية طبعا ضغط هناك من صندوق النقد الدولي الأمريكي أو الفيدرالي، هناك قروض ضمن شروط معينة تؤثر على الداخل الأردني، ولأنها تضغط بها الاتجاه حتى يبقى الأردن على تام مع الكيان الصهيوني ومؤمن من جانب الكيان الصهيوني، لا توجد أي دعوات أو مواجهات أو حتى ولو بالإعلام. هذه نقطة مهمة. الداخل الأردني أيضا يمر في ظروف صعبة الحقيقة، ظروف صعبة، ظروف المعيشة، ظروف الاقتصاد، ظروف تضغط على العائلة الأردنية. بالتالي حتى ظهر يعني أحد العائلة المالكة أخو الملك طبعا، واتهم أنه يحاول النيل من الملك، يحاول تسقيط الملك أو انقطاط على السلطة، وبالتالي تم حزه، وبعدين تم يعني ضغط عليه لإداء تصريح بأنه ليس مقصود الملك وما شابه ذلك. إذن المملكة الأردنية لأنها تمر بهذه الظروف مفترض أن تجد وسيلة طيبة وتتمتع بعلاقات إيجابية مع الجيران وخصوصا العراق. فلو افترضنا على سبيل المثال مثل فضلت حضرتك أن العراق ممكن أن يرعى تنظيمات إرهابية على سبيل المثال تجاه دول الجوار مثلا، ممكن يحتضن حركات نشطة تحاول إسقاط الأنظمة المجاورة، العراق ممكن يحتضن شخصيات تناوء السلطة في الدول المجاورة. طبعا لا، باعتباره من ضمن الأسس اللي يؤمن بها أنه لا يؤمن بالتجاوز على أو يحاول النيل من استقرار البلدان المجاورة، وهي نقطة مهمة. يعني أكثر من مرة طرحها رئيس وزراء استلم السلطة في العراق، العراق لا يمكن أن يسعى إلى هذه النقطة ولا يمكن أن يسير بهذا الاتجاه، لكنه بنفس الوقت عليه أن يضغط بهذا الاتجاه أنه الدول المجاورة وخصوصا الأردن أو ما شاكل ذلك أن تحترم إرادة العراق، تحترم سيادة العراق، تحترم وضع العراق وإيمانه بالديمقراطية، وأن تحافظ هذه الدول على استقرار العراق. ومع كون تصريح المملكة الأردنية أخيرا قبل انعقاد المؤتمر الطريق التنمية قال لا يمكن أن تنهض المنطقة ما لم يستقر العراق. دول الجوار مؤمنة إيمانا كبيرا بالعراق، لا بد أن يستقر حتى تستقر المنطقة برمتها، لا يمكن أن تستقر العراق. والدليل يعني نشاط الإرهابيين والقاعدة وداعش وغيرها، الحقيقة المنطقة كلها ملتهبة غير مستقرة، لا تجارة لا اقتصاد لا مشاريع لا تخطيط استراتيجي. وهذا الحقيقة مفترض الدول تدعم استقرار العراق والتعاون مع العراق وخصوصا الأردن، خصوصا أننا يعني أزاء مواقف ربما لها تداعيات ليس فقط على الصعيد السياسي بس حتى على الصعيد الاجتماعي، لكن أن لك ذلك وأن الحكومات العراقية المتعاقبة
لم تبادر واحدة منها لاستخدام أوراق الضغط على الأردن لإجبارها بل لتركيعها، لأن الأردن اعتادت على أنها تتفرعن إذا ما وجدت أمامها كما يقال الحبل راخي على أي حال. بس ملاحظة، نعم. بس حتى ما تمتلك أوراق ضغط على نعم. تركيا، نعم. لمهددين نعم. المياه نعم. وكذا. نعم. 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 أستاذ هاشم، طبعا هنعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية ما وقفت في أي موضوع من المواضيع على الحياد، بل ربما تصور نفسها أنها تقف على الحياد، وفي واقع الحال هي في صلب الموضوع. ما يتعلق بدعم البعث هو موضوع بالأساس موضوع أمريكي يدعم البعث ويسعى إلى تنشيطه مرة أخرى. لذلك السؤال، ماذا لو واصل الأردنيون دعمهم للبعثيين ولكن هذه المرة بدعم وتمويل أمريكي، كيف العمل؟ هذا الأمر متحقق حاليا. نعم. بالمناسبة هو ليس دعم، هو استغلالهم للابتزاز والضغط على الأردن. والأمريكان يستخدمون أيضا الأردن كبوابة للتطبيع ويفرضون على العراق دعم الأردن. العراق ربما سألت أستاذ قاسم لا ما يحتاج أن يحتضن شخصيات معارضة ولا أصناف أخرى. العراق ما يحتاج أن يتعامل بمسؤولية وبسيادة. جيد، ممتاز. هذا العراق يقدم 100,000 برميل مجاني يوميا، ويقدم 100,000 برميل بسعر ماينس 65 أقل ب 16 دولار. فقط أن يعلن العراق بأنه سيعامل الأردن مثل ما يعامل أي دولة أخرى، يرفع واحدة من هاتين خيرات الشعب العراقي تباع بالسعر الرسمي. كم يتحمل الأردن هذا الأمر؟ هل سيبقى الأردن مستغلا لفضلات البعث كأدوات ضغط؟ هو أصل الأمر ترك احتضان مجرمي البعث من قبل الأردن وأن يتحركون وينقلون أموالهم ويبثون خطابهم المعادي وإثارات الفتنة، وكان هذا في حد ذاته كان أمر غير مقبول. من يجد له مبررات أنه عدم استقرار أمني، عدم استقرار عملية سياسية، هذه كلها لا تنطبق على الأوضاع الحالية التي لابد أن يتخذ الجانب الرسمي المسؤوليات كاملة تجاه أمن وسيادة العراق بما يتعلق بالأردن، ليس الأردن بالمناسبة فقط لكن الأردن وغير الأردن. وأيضا لابد أن تصل الرسائل بأن العراق لا يبتز لا ببقايا بعثية ولا بأرملة لعوب ابنة المقبول ولا بأي شيء. هذه لابد أن تصل هذه الرسائل، والعراق بهذا أولا يحمي نفسه ويحمي شعبه ويعزز من سيادته، وأيضا حتى لا تستغل هذه الفزاعة بين فترة أخرى ويصورون بأن هم يروجون بأنه البعث خطر قائم وأنه كيف مواجهته. أنا أقول أتفه كل حزب البعث بمن بقي بهم وبمن يلتحق بهم، هم أتفه من أن يكونوا بالتأكيد في فورة ساعة عند أبناء الشعب العراقي. نعم، وهم جربوها. دعني أقول لك، نعم. وربما الكثير من العراقيين يقول نحن نريد البعثيين أن يظهروا لنقتص منهم، لأنه قسم من المجرمين أحيانا عندما تتركه تعففا أو لأمور أخرى هذا يستفحل كالسرطان، فلا بد أن تكون به حالة القضاء والاستئصال الكامل. هسه التحجيم مرات بقطع التمويل أيضا هو يقطع هذه الغدد السرطانية الجرثومية. فبالتالي هذه واحدة اليوم من الأدوات التي الشعب العراقي قادر بقرار سياسي وسيادي أن يؤدب من يبتزه وأن يحمي شعبه. بل ربما أبعد من ذلك، إذا تقاعس القرار السياسي القرار الشعبي على ما أظن
أنه قادر على أن يصحح القرار الشعبي. نعم. يعني قلت حاضر. نعم. وحتى نعم. الفعاليات نعم. السياسية نعم. الرئيسية كان لها تعبيرات نعم. بأنه البعث نعم. لن يعود بتأكيدات نعم. 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 كاملة. أيها الأحبة، طبعا إحنا حديثنا هذا كل اليوم لا يأتي من باب الخوف من البعث، كما أشار الأستاذ الكندي، العراقيون لن يخافوا البعث حتى حين كان مجرم العصر صدام حسين يرأس هذا الحزب، فكيف وأن قياداته قد تشرذمت وأن هذا الحزب كم تلقى من الضربات على أيدي أبناء الشعب العراقي. ولكننا نقول للفم الذي طالما أطعم من اليد العراقية عليهم أن يرعوا لقمة العيش التي مصدرها العراق. أيها الأحبة، كتب معد الحلقة الأستاذ قاسم العشرش خاتمة التالية: كما لدى الأردن وسائله لابتزاز العراق وتهديده، فللعراق الرسمي والشعبي أوراقه القوية للضغط على الأردن، وهناك تحركات شعبية عراقية لتنظيم مظاهرات احتجاج أمام السفارة الأردنية في بغداد، والدعوة لمقاطعة البضائع الأردنية ومطالبة الحكومة العراقية بإيقاف التسهيلات الجمركية الممنوحة إلى الأردن، وعلى الحكومة الأردنية أن تختار بين اللاعب الخشن واللاعب الناعم. في أمان الله.